مساء الليل. ما تنساش تحت في صندوق الوصف كل مواقع التواصل الخاصة بي. أنا أحمد، أنا فعلا مرهق من آخر مرة، من ليالي الجحيم ديت. كنت بديت أخد منبهات، عايز أكون صاحي لأطول فترة ممكنة، بس في نفس اليوم ده كان عندي حفلة بالليل، معزوم على الأوبرا، وأنا بحبها، وفعلا لبست بدلة ونزلت للأوبرا. ووصلت هناك لقيت محجوز لي مكان في الصف الأول، أنا بحب الأوبرا. هناك بحس إني في أسطورة شعرية، كأني فارس عبر الزمن، أو كأني راجع من الماضي طالع من أسطورة من الأساطير. السوبرانو جميلة، رقيقة، صوتها رخيم، هادي، دافي، مشاعرها فياضة. استمتعت وخلصت الحفلة، وطلعت اللاونج فوق ما أنا مواعد حد، وقعدت. جو رومانسي هادي، إضاءة خفيفة، بيانو بيعزف. لما شفتها على الكرسي قدامي، هنا أنا مسكت في الكرسي، كانت قاعدة بتبص وبتبتسم، شعر بلون الدم ونفس لون العينين. هنا بلعت ريقي بالعافية ونطقت ولع لما ابتسمت وقالت: ما انت لسه فاكر صح. عدى كم سنة أحمد؟ هنا رديت وقلت لها: 16 سنة. بصت لفوق ورجعت تبصلي وقالت: ملك التفاصيل. يمكن ده اللي مخليك عايش لدلوقتي صح؟ انك بتنتبه لأداء التفاصيل. هنا رديت وقلت لها: أنا عايش بإرادة ربنا، اللي ربنا عايزه هيكون. عايز ايه ولع؟ هنا ابتسمت وقربت مني. انا كنت مشلول على الكرسي مش قادر اتكلم ولا اتحرك لما قالت: لوحدك صح، فيش حد هنا، وضحكت وانت مستني، وشورت بصبعها: وانت مستني السوبرانو صاحبتك. كانت بتبصلها وهي جاية وبتقول: معاك حق، حلوة، غنية، صغيرة. ووطت ناحيتي وهمست وإنسية واختفت من قدامي. كنت عمال أعرق. في نفس اللحظة دي وصلت رهف، اللي ابتسمت وسحبت كرسي وبدأت تتكلم: عجبتك الحفلة؟ كنت عرقان بس لميت نفسي وقلت لها: طبعا، صوتك شجي رائع زي ما هو. هنا ابتسمت وولعت السيجارة وقالت مجاملة جميلة وكبيرة من واحد زيك ما بيعرفش يجامل: عامل ايه؟ ابتسمت وقلت لها: الحمد لله. وانت؟ هنا ردت وقالت: انا تمام. انت لسه عايش لوحدك؟ انت في مكان وهم في مكان؟ هنا هزيت دماغي، كملت: ولسه من بلد لبلد برضو؟ ابتسمت لها ومديت ايدي للقهوة لما لقيتها بصالي جامد مركزة. قلت لها: انت مالك في ايه؟ زي ما تكوني سرحانة. هنا فاقت وقالت: ابدا، بس معاك بحس ان الزمن وقف، ما تغيرتش من اخر مرة شفتك. سكتت شوية وقالت: 5 سنين صح؟ هنا ابتسمت قلت لها: لا، 6. ابتسمت وقالت: زي ما انت. سيجارة ورا سيجارة، نظرات ذئب وملامح جامدة، عيون بتلف في المكان بتدور على حاجة مش موجودة، فنجان قهوة ما بينتهيش، الزمن بيقف عندك زي ما سبتك في مطار هيثرو بالظبط. ابتسمت وسألتها: مسافرة امتى؟
الفجر تحب تيجي معايا؟ هنا قمت وقفت وضحكت ورديت المرة الجاية وسلمنا على بعض. قلت لها هشوفك تاني. ردت وقالت لي اكيد. امتى؟ سيبيها للظروف. بينا اتصال رهف ولفيت ومشيت. انا عارف ان ورايا سهرة ورايا ليلة. وصلت البيت غيرت هدومي وليل جنبي. قعدت على الكنبة بعد ما غيرت هدومي والتلفزيون قدامي وليل يميني وانا بشرب سيجارة وبوطي اتكلم مع ليل فودان. ولما مرة واحدة هوا سخن ضرب في وشي مرة واحدة لدرجة اني غمضت عينيا ورفعت ايديا اداري. كنت بداري وشي معرفش ايه ده لغاية ما راح. لما فتحت عينيا انصدمت من اللي شفته. انا على شط بحر بلبس البيت. قعدت الف بسرعة يمين وشمال مفيش حد. انا اتخدت تحت اكلم نفسي. الجو ليل وبرد. كنت عمال الف يمين وشمال وكانت عيني بدأت تتعود على الضلمة. خيوط القمر الالماس على المية. مش عارف انا فين. بس قعدت اهدي نفسي وافتكر هو انا ممكن اعمل ايه هنا. لازم افتكر كل اللي اتعلمته. اول حاجة لازم اعرف انا فين واشوف مكان استخبى فيه لغاية ما افهم. هنا مديت ايدي على وشي بحركة لا ارادية بعد القناعين. بس ما كانش موجود. اكتشفت اني ما خدتوش ولا خدت ولا لحقت اعمل اي حاجة. بسرعة قلعت التيشيرت وقلعت الفانيلا اللي لفيتها على وشي ولبست التيشيرت تاني. الجو كان برد واتحركت. كان في تلال قدامي. طلعت تل قريب اشوف فيه ايه وراه. بس كان في فراغ ما كانش فيه حاجة. بس وسط الضلمة لمحت حاجة جاية. ركزت اكتر واكتر وبدأ الركب يبان. دول جمالين سود ماشيين. مش ده كان الغريب. الغريب ان كان عليه اتنين بلبس البدو. وقعدت ابص لهم وهما بيقربوا ويقربوا. كنت واقف مش عارف اعمل ايه. مفيش مكان استخبى فيه. المكان مكشوف. الغريب انهم عدوا من جنبي ولا حد كلمني. كانوا ملثمين. يعني ايه؟ دول ما شوفنيش ولا ايه؟ وهو انا فين هنا؟ مشيت وراهم. نزلوا ورا التل. هنا بدأت ملامح تبان لحاجة بعيدة. مشيت فترة طويلة. كنت بقرب وقرب وقرب لغاية ما وصلت لمكان النور اللي كان عبارة عن نيران. بس وقفت مذهول. انا قدام قلعة او حصن زي ما شفته. على بابه حرس وجسر خشب فوق بركة مية وناس ملسمة راكبة حصنة وراكبة جمال جايين ورايحين. محدش بيبصلي ولا حد بيكلمني. وانا اتجننت ولا انا مت؟ مشيت ناحية البوابة وقربت منها. لما مرة واحدة سمعت صوت صريخ واصوات عالية. بصيت ورا بسرعة. هنا شفت مجموعة كبيرة جدا من الفرسان راكبين حصنة وجمال جايين ورايا بجري. كانوا جايين من وسط التلال. هنا بسرعة بدأ الحراس يقفلوا البوابات. جريت بسرعة ادخل. ما انا خفت مش عارف ايه ده. وفي اخر ثانية دخلت واتقفلت البوابة. ناس كتير ملثمة عمالة تجري يمين وشمال وكله ملثم وانا واقف في النص. الغريب ان هما كانوا بيعدوا عليا زي الهوا مش شايفيني. لفيت عينيا يمين وشمال زي نافورة حجرية في النص مليانة مية معفنة. خيم يمين وشمال مشاعل في كل مكان. ريحة نتنة جمال سودة زي ما يكون حظائر بس. وناس بتجري يمين وشمال. برج عالي على الشمال وبرج يميني. هنا وقفت على البرج اليمين.
انا عارف اللي فوق البرج ده، انا عارف العيون دي، دي ولع، كانت مبتسمة. وعد واحد على جمل قدامي بالظبط، هنا لمحت شيء رعبني شوية. وسط الصريخ وخبطات الأبواب اللي كانت عمالة تتخبط، لمحت رجله، مش بني آدم، ده من الجن. بس أنا مخفتش إنه من الجن، أنا بصيت للباب مرعوب وفهمت أنا فين. أنا في وسط معركة بين قبائل الجن، ده أكيد قبيلة بتغير على قبيلة تانية، ولا عايزاني أموت من غير ما تكون هي السبب المباشر عشان سندس ما تحاسبهاش. كل ده في لحظات، لما لقيت ولع في وشي بتضحك، عجبك المكان؟ ما ردتش، بس شاورت فوق ايدها، فوق راسي بايدها بحركة انا عارف معناها دي ايه، وكنت متأكد منها دي بتشيل الغطا عني، وضحكت وراحت. في نفس اللحظة اللي عملت كده كان في واحد بيجري وجاء قدامي وهو ملسم، ووقف وعينيه لمعت، وصرخة داود في المكان، انسي. هنا تهزيت، انا عارف انها هتعمل معايا كده، انا حفظهم، انا حفظهم. وفي ثواني كانوا ملمومين حواليا. كنت عمال ارجع لورا وعمال اقرأ قرآن اللي كان بيصدهم شوية شوية، بس كنت بفكر بسرعة، انا مش عايز عدوات، مش ناقص اكسب عدوات تاني، كفاية العدوات اللي انا كسبتها. فشاورت بيدي، انا ماليش علاقة بيكم، انا اتجبت هنا غلط وغصب عني. كنت برجع لورا وشايف فرسان من عندهم راجعين من البوابة اللي قدامي، الظاهر انتصر على اللي بيغيروا عليهم، واللي حواليا بيقربوا اكتر واكتر حواليا. وفجأة صوت زمجرة زي الرعد، وكله وقف في مكانه. جاء واحد من النص شكله اكبرهم وبدأ يكلمني بالنبطية. هنا شاورت له طوله عربي، هنا بصوا لبعض وحسيت بالذهول في عينيهم، وخصوصا لما ردوا قال عربي. وهنا سكتت، انا مش عارف اعمل ايه او اقول له ايه، هشرح له ازاي القصه دي كلها. في اللحظه دي ظهرت ولع وعينيها نار، شعرها بيطير، واول ما شافوها ركعوا لها. هنا عرفت المصيبه، دول حلفاء معاها، ولع ساحره من ساحرات الجن، وليها قصة قديمة معايا، وبيننا وبين بعض طار بايت. كانت بتكلم كبيرهم وهو على الأرض بيشاور براسه بس، ولفت لي وضحكت وقالت هنا أبرك مكانك يا إنسي، وراحت. أنا كنت تعبان مش نايم وخايف، جو برد. هنا أمل على الأرض وحسيت بالغدر، بس ما كانش ينفع ان انا استسلم في الظروف اللي زي كده، لازم تلم نفسك. قررت ان انا الم نفسي، دايما عندي مبدا، انا كده كده ميت فاموت وانا واقف. فشاورت له هو بيقرب قف، كان صوتي ضخم، بص لي وبص اللي حواليه وشاور انت مش منا، ونهايتك هنا وعلى ايدينا. هنا شاورت له طول النهاية بإيد الله مش بإيدك، انت كافر يا عدو الله. مع ترديد الكلمة الله كان بيرجع لورا، عرفت ان هم خايفين، وعرفت ان اكيد ولا قالت لهم حاجة عني، وده شجعني اكتر. هنا شاور وقال لي انت معتدي اثم ولينا حق نتصرف فيك. صرخت انا مش معتدي، انا جيت مغصوب، هرحل بسلام ولا أساس. بدأ يبان على حياته لما شاور وقال لي الأميرة ولع رفضت، انت سجننا الى الأبد. هنا رديت قلت لها مفيش أبد، في يوم قيامة هتولعوا فيه بنار جهنم. هنا سمعت همهمة، كانت همهمة عالية، وبدأ يقربوا.
انا ما بحبش اكسب عداوات، ما بحبش ابتدي ان انا اذي حد او ان انا هاجم حد، دايما بحب اتصرف كرد فعل مش كفعل، بس كان لازم اتصرف. هنا وقفت شبكت ايديا ببعضها وقعدت اقرا ورد من القران بسرعه، وبصيت ناحيته وبديت اردد بحق من الجمت كلماته الجن، وبحق العاليات، وبسم الله القديم الازلي الذي تحيط به مكنونات اسراره، بحق نور انواره وبعظمته وتفرده ووحدانيته، بحقه من رفع السماء بلا عمد وألجم الجن بكلماته وخضعت الجبابرة لقوته وسلطانه، بحق الله رب الآخرة والأولى ذو البطش الشديد ذو القوة المتين الأزلي القديم، تعظمت أسماؤك وتقدست صفاتك، بحق كلماته العظمى. بدأت أكمل اللي أنا بقراه، كنت بقرا بسرعة والصوت ضخم عالي رخيم، كنت شايفه بيرجع شوية شوية واللي وراه بدأوا يمشوا أصلا وكانوا بيجروا شوية، ولقيته في آخر كلمة من اللي أنا برددها صرخة عظيمة وبسرعة البرق قفز قفزة عالية، عدى فوق البرج من الأبراج واختفى، والوحدي وهدوء سكون الموت. انا عارف السكون ده دايما وراه حاجة ما بيعديش كده. فعلا اقل من دقيقة وصلت ولع بعينيها النار، بس كانت واقفة بعيد عني وشاورت، انت عرفت القسم ده منين؟ انا كنت شايف الذهول فيها وفي عينيها، بس ما كانش هاممني حاجة في حقيقة الامر، ما كنتش شايفها اصلا. انا كنت برجع بالزمن لورا لليلة من 26 سنة، كنت لسه في البدايات، كنت في كهف الجن وانا عمال اتفرج على المخطوطات واشوف الكتب الموجودة، لما لمحت الرزمة السوداء مقفولة ومركونة في صندوق على جنب، لما جيت امسكها حسيت ان ايدي اتحرقت. هنا ضحكت سندس وقالت لي دي مخطوطة الاخضاع لعتات الجن بتأثر على معظمهم. هنا قلت لها بس دي حرقت ايدي هفتحها ازاي يعني، انا عايز اقراها. هنا ابتسمت وقالت لانك مش مسموح له لحد دلوقتي. فاستغربت وقلت لها ومين اللي هيسمح لي؟ هنا شاورت بايديها وهي بتضحك وقالت هي هتسمح لك لما تكون جاهز، لما تكون جاهز انك تشيل حملها وسرها ومكنونها هسيبك تشيلها وقت ما تكون بعدت عن ارض البشر وتكون صفيت روحك وفيكش فتنة. وعدت افتكر بعدها برضو بثمان سنين نفس الكهف وانا بمد ايدي على نفس المخطوطة، سندس واقفة بتبصلي بترقب ومسكتها محصلش حاجة. بصيت لسندس بسعادة، هنا لمحت عينيها بتضحك وقالت قلت لك اصبر. هنا رديت وقلت لها ثمان سنين، وفعلا فتحتها كانت صفحة واحدة طويلة بالسريانية. هنا جت سندس جنبي وقالت لي سيبنا ادخل دماغك هساعدك تحفظها اسرع، خلي بالك دي تقيلة حتى في ملوك من الجن ما يقدروش عليها. هنا انا افتكرت حاجة فسكت وقلت لها اهم حاجة ما يكونش شرك. هنا ابتسمت وقالت شوف واحكم، وفعلا بدأت تديها لي. كانت كلها اقسام باسماء الله فقط، كانت طويلة بدون اي اضافات او شبه او حاجة. هنا انتبهت الورع وهي بتقول حتى لو
هتموت هنا، مش هتعرف ترجع لوحدك. هنا قلت لها ولع، مفيش حاجة بيني وبينك. هنا صرخت، انت موت اللي بعشقه. هنا رديت قلت لها انه كافر، صرخت وقالت وكان هي وانت قتلته ليه؟ كان بينك وبينه كافر لنفسه. قلت لها ده كان هيأذيني انا. هنا سكتت وردت بغضب، انا هخليك تتمنى الموت، كفاية انك لوحدك. شوف، كل ما بسمع كلمة انا هخليك تتمنى الموت دي انا سمعتها كتير، فما كنتش بهتم بيها، رغم اني احيانا كنت بتمنى الموت فعلا. انا هخليك تتمنى الموت، كفاية انك لوحدك. هتفتكر هتفضل صامد لامتى هنا من غير نوم؟ وهتفضل تردد اياتك واقسامك للابد؟ في لحظة غفلة هتجيلك. وهنا ابتسمت وقالت دي لحظتنا. في حقيقة الامر انا كنت فعلا مرهق وتعبان وعطشان لما كملت. ده غير ترميز البوابات هنا غير اللي انت تعرفه. انت هنا ملكي، انت عبدي. هنا صرخت في وشها، تلقى الملك وعبد الله مش ليكي يا كفرة، انا ملك وعبد الله مش ليكي يا كفرة او لاي حد. فهمة؟ كنت متعصب وهي واقفة بعيد، انا عارف انها خايفة وعارف ان ممكن اقرأ عليها وهتفضل رايحة جاية. لما بدأت تقول لي انت هنا تايه لغاية ما تنهار ومحدش يقدر يجيلك. هنا في اللحظة ديت اللي هي بتقول كده سمعت الكلمة او سمعنا صوت بيقول مش صحيح كلامك. كان صوت زي الرعد ملى المكان، صوت من قوته خلى ولع بصت بسرعة البرق الورق مع نطة تبعد عن المكان من الخوف، وعينيها مبرقة في ذهول. بص ناحيتي شوية وناحية عهد اللي كان على الأدهم شوية، وسفين على الأشهب جنبيه، ورعد جنبهم، وليل واقف بحجمه الضخم الأسطوري مالي المكان زي ديناصور ليلي واقف او اسطوري. كانت بتروز بص برعب. كنت بسترجع انا وانا بلعب في دماغ ليل اول ما عدت على الكنبة وبهمس له انا هنام، لو اتأخرت في النوم او حد جه او اختفيت اكتر من ساعة عنك انده عهد وسفين. فاهم؟ عهد وسفين. فوقت من الذكريات دي على صوت ولع وهي بتصرخ ازاي. هنا رديت قلت لها ده الفرق بيني وبينكم، انا بحسب خطواتي انتوا لا، علشان كده انا السيد. خلصتش الكلمة دي وكانت مش موجودة. كان عهد نازل وبيتمشى ناحيتي بحجمه الضخم وسيفه العملاق، وسافين بتبتسم وبتردد. اول ما جالي ليل معرفتش اتصرف ازاي، عهد ما كانش متواجد ولازم اخد منه اذن العبور مدام سندس مش متواجدة هنا. لما وصل عهد جينا مباشرة. هنا بصت لهم وضحكت لما ابتسم عهد وبص وراه يتفرج على الجن اللي مستخبيين وعينيهم بس بتلمع، هم عارفين الملوك دول مين. وقال لي وهو بيشاور بصباعه ناقصك واحد بس وبكده تكون كسبت عداء ارض الجن كلها، واحد بس. هنا انا ابتسمت، انا عرفت قصده مين. ركبنا وركبت رعد وطلعنا برا. وبعد ما عدينا اسوار القلعة شاورلي سافين هترجعك. فعلا لقيت نفسي مع طلوع الفجر في الشقة، تعبان جعان بردان مرهق. وقفت اسند نفسي بالعافية، جسمي كله كدمات من الليلة ديت. دخلت خدت دوش ونمت في البانيو، ولعت سيجارة، رجعت دماغي لورا، رفعت راسي للسقف بفكر اهي ليلة تانية عدت وانا لسه عايش فيها. لغاية هنا
خلصت الحلقة، أتمنى أشوف رأيكم في الكومنتات لو تحب أن أنا أستمر في السلسلة دي. تنسوش اللايك والكومنت بتاعكم. شكرا لكم، مع السلامة.